أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم. بتجدد لقائنا النهاردة وحلقة جديدة من برنامجكم نور الحياة. النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا وجميل جدا، وجات لنا رسائل كتير جدا على صفحة البرنامج. عندهم شغف كبير جدا إن هم يشوفوا حلقة النهاردة اللي احنا هنتكلم فيها، وهي عن أنواع الأزواج. طبعا احنا كتير جدا مننا عارفين طبعا إن الأزواج أنواع كتير جدا، وكل زوج منهم بيحمل صفات معينة. فازاي تقدر تتعامل كل زوجه مع زوجها بالطريقه المعينه؟ طبعا وعايزه طبعا يعني اكيد يعني هي الزوج ده نوع معين، في زوج يعني انواع له كتير جدا. فعشان كده انا النهارده جبت لكم ضيفه متخصصه معايا في هذا المجال، وهتكلمنا ازاي وكيفيه التعامل مع انواع الازواج. يعني طبعا انواع الازواج متعدده جدا زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه. النهارده معي ومعكم على الهواء مباشره الاستاذه منى عويس، اخصائي ارشاد اسري وتعديل سلوك، مدرب معتمد من جامعه عين شمس. نورتينا استاذه منى، واحنا مش اول مره ان احنا نتقابل مع حضرتك، وسعيده جدا جدا بلقائي معاكي. اهلا بيك. انا اللي سعيده جدا بوجودي معاكم. اهلا بيك. الحلقه اللي فاتت حقيقه نالت اعجاب ناس كتير جدا، الحمد لله، وطلبوا مني ان احنا نعمل حلقات تانية مع حضرتك، لان فعلا كانت حلقه مفيده جدا. الحمد لله. الحمد لله. حلقه النهارده بقى يا استاذه منى، عايزه اقول لك جات لنا مكالمات كتير جدا، الناس قاعده كلها بشغف مستنيه. احنا كل واحده من صحاب عايزين نعرف طب انا زوجي نوع ايه. انا جات لي اسئله كتير قبل ما اجي، عملت يعني نشر كده على الجروبات بتاعتي على انواع الرجال او صفات الرجال او انواع الازواج. فكله لا انا يعني قولي لي يعني انا زوجي ايه. بدات الرسائل بقت يعني، وعلى الجروبات طبعا تبع حضرتك كتير. فبدات بقى كل واحده تقول لي لا انا عايزه اعرف زوجي الخاص. طب تابعي الحلقه وانت تعرفي الموضوع ايه. فهي الفكره كلها هي ما فيش حاجه اسمها طبعا حاجه اسمها انواع الرجال، هي الرجال كلها نوع واحد، لكن هي الصفات بقى صفات كل واحد من واحد لأخر. وممكن كل زوج يحمل اكتر من صفه، أكيد مش شرط يكون صفه واحده. ممكن يكون زوج فيه كل الصفات. احنا عندنا يعني صفات كتيره جدا، لكن احنا اختصينا منهم حوالي 9 انواع، ودول اللي هم يعني السائدين ما بين الرجال وبعضهم. فاحنا بنقول ان احنا عندنا الزوج اللي هو الايه الحنون. عندك الزوج الرومانسي. طبعا انا بدات بالايه، هي انواع كتير جدا. الحاجات اللي هي اللي تعتبر يعني قليله شويه. عندنا الزوج اللي هو يعني المراهق العنيد العصبي. عندنا انواع كتيره من الازواج، وعندي الهمجي والحضاري. انا اغلب الاسئله يا استاذه منى وطالبين ان احنا نتخصص في النوع ده اللي هو المراهق. يعني فعلا قبل ما يجي فعلا كل الرسائل اعمل ايه مع الزوج المراهق، اعمل ايه مع الزوج المراهق. ودي فعلا يعني موضوع مهم جدا. الزوج المراهق اولا يعني بيبقى مراهق من بعد سن الـ40. طب ليه بعد سن الـ40 هو بيختص بالمراهقه ليه؟ لان هو في اول ابتداء حياته كان يعني عايز يعمل حياته، يتزوج، يعمل اسره كويسه، العمل بتاعه محتاج ان هو طبعا يعني يزود من دخله. فكان منشغل جدا في الحياه العمليه والحياه اللي هي العاديه بتاعته. فمش يعني مش في دماغه بقى ان هو يبقى رومانسي او يبقى حنين او يبقى مرغوب فيه او كل الحاجات دي كلها مش موجوده في هذا الوقت. لكن اول بقى ما بيشم نفسه كده، وطبعا الحياه بقى خدته، وطبعا بقى حاجه مرموقه ومسؤوليته قلت شويه. مش قلت، هي ما قلتش، لكن هو لقى نفسه ايه، العمر عدى منه وما عملش منه حاجه، او ما عملش فيه حاجه، او انا ما عشتش الحياه ديت. لقى مثلا بناته بيتزوجوا او اولاده، شايف مثلا حد من العائلات او حد من اولاد الاصحاب عايشين الحياه الجميله اللي هي ايه بقى، الحياه بتاعت الاول العمر. انا ما عشتش الحياه دي، انا كنت فين؟ طب انا عايز اعيشها دلوقتي، طب انا اعمل ايه؟ فهنا يعني بيبدا هو يا استاذه منى بيفكر بعد ما بناته هيتزوجوا ان هو يبدا يعيش، عايز يبدا يعيش حياته. ما هو ما عاشهاش، ما هو ما عاش اللحظه دي، فعايز يعيشها. فيعيشها ازاي؟ في يعني بعض الازواج يعني بيحاولوا ان هم ايه يعني يمسكوا نفسهم شويه، ان هم يتزنوا في علاقتهم مع الناس او مع الطرف الاخر، بحيث ان هو ما يعملش قلق لنفسه او لغيره. وفي ناس بتبقى باين عليها قوي يعني ان هي يعني ايه واضحه، واضحه جدا يعني زي عين الشمس زي ما بيقولوا كده. فطبعا ودي بتبقى منتشره جدا، فبيعمل مشاكل للي حواليه كمان، مش لنفسه، للي حواليه كمان. لكن هنا يعني دايما الزوجات تقول اعمل معاه ايه، انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي. هو اولا هو عاوز زوجة ذكية جدا. اولا
زوجه تعرف تتعامل معاها ازاي، ازاي تقدر يبقى عندها صبر. لازم يكون في صبر برضو. طبعا لكن احنا برضو متفقين ان لكل قاعده شواذ. شواذ اكيد طبعا. لكن ما ينفعش يكون مثلا في شواذ بقى عندي هنا وابدا اقول لها لا اصبري، لا استحملي، لا مش، لا مش هينفع. لكن دي ما اقدرش اعممها على الناس كلها. يعني ما اقدرش اقول يعني حاجه واحده تنفع لكل الزوجات. بتختلف من شخص لشخص، بتختلف من شخص لاخر. لكن هي بتحتاج يعني صبر اكتر طبعا. من ان يكون واحده ذكيه. لكن كل انواع الازواج محتاجين زوجه ذكيه. زي ما احنا قلنا في الحلقات اللي قبل كده، احنا بنعمل مراكز تدريبيه للتدريب للزوجات، ازاي ننهض، ازاي نتعامل مع الزوج او مع الازواج. انت مع الزوج عامه بيحمل اكتر من صفه. طبعا. عن العصبي، الهادي، الحنون، الحضاري، الغير حضاري، يعني الهمجي، الغير همجي، كل الانواع دي كلها يعني اكيد كل زوج عنده صفه او اتنين منهم، حاجات معينه. طب انا اتعامل معاه ازاي؟ فاحنا هنكلم عن كل صفه منهم وهنقول التعامل بيكون ازاي. لكن هي كان الدايره الوحيده على المراهق. فعلا هي معظم الاسئله اللي جات لنا على صفحه البرنامج خاصه فعلا باللي هو المراهق دي. فعلا ده انا وانا لسه داخله الاستوديو تليفون المراهق يا دكتور، المراهق يا دكتور. حاضر. حاضر. لكن هي فعلا اصل دي برضو يعني اليومين دول منتشره دكتور برضو كمان جداً. مع تواجد التكنولوجيا الحديثه والفيسبوك. لا هو برضو اقول لحضرتك على حاجه، اقول لحضرتك على حاجه، هي برضو هي ليه انتشرت؟ ليه انتشرت؟ اولا يعني اولا سببها عدم الزواج بالبنات. البنات كبرت ما بقاش في وقت للزواج، المطلقات كترت جدا. طبعا وسائل النت بقت مفتوحه كتيره جدا، وسائل الاثاره للرجال. انا عن نفسي لما بشوف فيديو ممكن انا اثير، فما بالك الرجل لما لو شاف فيديو كده او شاف حاجه كده لازم يثار طبعا. في نفس الوقت هي الزوجه مش هتعمل نفس الكلام ده، مش هتبقى على نفس النمط اللي هو شايفه او هو متخيله. وده وقت بيحدث مع مين؟ مع الشباب اللي لسه بيتزوجوا. الشباب اللي بيتزوج ايه اللي بيحصل؟ هو عنده سقف توقعات معينه. انا يعني هو شاف فيديو وشاف نانسي عجرم وشاف يعني فاهمه، عايز بقى لما يتجوز يلاقي الكلام ده. فلما بيدخل بينصدم ما بيلاقيش. لا بس في والله يعني برضو في زوجات بيعملوا كل ده برضو يا دكتور. انا بيعمل كل حاجه بس الزوج برضو واخد سكه ثانيه خالص. لا ما هو للاسف يعني التحول ناحيه المسار ده بيبقى اقوى من ان يكون البيت. ايه اللي يحصل؟ دي مراتي وده بيتي وده ولادي موجودين. فانا هروح واجي هلاقيهم موجودين. دي فكره الراجل. ده بيتي وده زوجي موجودين. لكن الجزء اللي بره اللي هو بيجري اللي هو عنده شغف بقى عليه. هو ده اللي بيجري وراه. يعني انا مش لاقيها دلوقتي. او مش عارفه اتكلم دلوقتي، او مش عارفه اعمل دلوقتي. ففي دايما في شغف. دايما في مفاجآت. فهو الحياه دي ما عاشهاش. ايوه طبعا. فعلشان نقدر نقول يعني انا ما اقدرش برضه اقول ايه ان كل الازواج المراهقين يعني سيئين. لا طبعا ما اقدرش اقول كده. يبقى ممكن تقولي يعني لحظه كده عفوا كده يا دكتور. حتى لو لحظه، اصل اللحظه دي بتمر على الزوج قد ايه؟ يعني احنا برضو عايزين برضو نقول ايه برضو يعني مثلا مر كام سنه مثلا او كام شهر او كام من الاوقات مرت عليها. طب انا عامله ومسويه واكل وشرب ما هو برضو الحياه ما هياش اكل وشرب. وما هياش برضو ان انا اعمل كل اللي عليا. ما هو في جانب تاني. وبرضو مهما تعمل الزوجه ومهما توصل لاي رغبات هو بيكون عايزها، لا الا ان برضو هو عقله شارد ناحيه مين؟ الجزء اللي هو يعني شاغل دماغه. الاثاره، الحياه اللي هو ما عاشهاش اصلا. هو عاش عشان الحياه دي. الحياه اللي هو ما عاشهاش هي دي اللي مخلياه عنده يعني ايه شغف ليها. انا عايز اعيشها. من حقي. ودايما الجمله المشهوره عندهم انا عندي مثنى وثلاث ورباع، من حق اتجوز. هي دي صح. فانا لو انا ليا علاقه بحد او مثلا لو الزوجه مثلا واجهت زوجها مثلا انت عملت وعملت، من حق اتجوز. انا من حق. دايما الجمله الوحيده اللي هي مصارعه عند الرجال. انا من حقي اتزوج. يعني وهكذا. طب بدون قطع كلامك يا دكتور منى سريعا كده بس حضرتك عشان بس وقت الحلقه طبعا، وانا يعني خايفه ان الحلقه تخلص لان يعني حلقتك ما شاء الله بتجري بسرعه مش عارفه ليه. يعني ناخد نوع كده يا دكتور سريعا عشان برضو كل زوجه تعرف ازاي تتعامل مع زوجها. احنا تعرف زوجها ايه؟ احنا عندنا الزوج الحنون. الزوج الحنون ده بيكون يعني عنده يعني متسع كبير جدا لحنيه مش لبيته بس،
لاي اي اي حد كان، يعني عنده شغف كده ان هو عنده، يعني انا حنين على جاري، حنين على حد من الناس اللي بره، قرايبي لو شاف حيوان بره يعني ممكن متعور ولا حاجه يبقى حنين عليه. هو طبيعته طبعا. هو طبيعته كده، دي طبيعته ان هو بيبقى زوج حنين، وده طبعا بيبقى محتاج زوجه يعني تتعامل معاه برفق. هو حنين فانت تعاملي معاه بالحنيه بقى اللي هي عنده. بيبقى للاسف انواع من الازواج دي بيقعوا في زوجات يعني ايه، واحد يساوي اثنين. جامده شويه. جامده شويه. هو طبعا هو مش عايز كده، مش عايز كده. انا عايز حد حنين زي ما انا حنين معاك. هو دايما بيدي دايما الحنيه، دايما متعاطف معاها. وهي واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما عندهاش اوبشن تاني. انا بيبقى عندي نوعيات من النساء. يعني طب اتعاملي، طب نهدى، طب نقولي كذا، طب نعمل كذا. ما لا ما اقولش، لا ما عملتش، لا انا ما كرامتي ما تسمحليش. برضو يعني في جزئيه من النساء برضو عندها يعني جزء كده، مش هقول مش هتكلم، تكبر شويه. يعني في حته تعالي شويه، حته تعالي. وخصوصا بقى بيجي دايما المشاكل اللي بتجيلي ان دايما البنات بتبقى اعلى يعني علميا، ثقافيا، اجتماعيا من الراجل. بتعمل مشاكل جامده جدا. والعكس لكن لما بتعمل البنت بتبقى اكتر، يعني اكتر شويه. فاحنا عندنا، احنا بنقول ان يعني الزوج الحنون ده، واحنا قلنا طبعا في اختيار الزوج قبل كده في الحلقات قبل كده، سواء من البنات او من الرجال، احنا بنقعد نختار مع بعض. يعني اختار انت الصفات اللي موجوده ايه عشان اقدر ان انا اتلائم مع الشخص اللي قدامي. فطبعا الرجل لما يكون حنين ويقع بقى في جزء مثلا امراه هي يعني جامده شويه كده، لكن هو برده بيقول ايه، طب يعني يمكن تبقى حنينه معايا بعد كده، يعني يمكن. وبرده هو يمكن بيتغاضى على نفسه، بيجي على نفسه شويه. وفي برده زوجات يا دكتور ما تحبش الزوج، يعني في ناس يقول لك ده ضعف، يعني ما بياخدوهاش بالمعنى ده. ما هي واحد زائد واحد يساوي اثنين. هي عندها يعني ايه، يعني ايه صح. لا يعني خليك كده، يبقى عندك حكمه في المواضيع. ما فيش حد بيعجبه الحلو. ما فيش حد بيعجبه حلو خالص. احنا عندنا الزوج الرومانسي بقى اللي هو يعني ضئيل جدا، مش متواجد معانا، لكن دايما هو بيحب الشموع. عايز مثلا نجيب مثلا الترابيزه بتاعت السفره كده، يزوقها كده بالحلويات او الشوكولاتات. مفيش ده موجود. موجود فعلا بس قليل جدا. وللاسف للاسف للاسف بيقع مع زوجه يعني مثلا عمليه جدا جدا. ايه اللي انت عامله ده؟ ايه الشمع ده؟ وايه ده؟ ايه في اللي انت عامله ده؟ طبعا بيبقى هو بينصدم. لكن هو طبعا عشان هو طبعا يقول ان انا اتواجد مثلا واحده رومانسيه زيي، لا ده هيبقى الدنيا مش هتنفع. لازم يكون في كده وفي كده. عندنا الزوج اللي هو يعني العنيد. وده موجود في معظم الازواج. دايما هو يعني دايما عنيد، يعني بيعنف على اي حاجه هو بيقولها او يعني بتتواجد قدامه. يعني لو الكوبايه دي، ده مش مكانها، ليه مش مكانها؟ او بيتدخل. بس هو محتاج هدوء. يعني الزوج العنيد محتاج هدوء. اتعامل معاه بالهدوء. طب حاضر. اول ما تلاقي فيه عند وفي شد كده، الزوجه المفروض ما تقفش قدامه. ما يبقاش رد قصاد الرد. ايوه تمام. لا تفضل بقى ايه، تاخد جنب شويه كده، وبعدين لحد هو ما يهدى تعمل له كوبايه عصير. تروح له، انت تعبت النهارده، اليوم كان شاق عليك جدا، كان الله في عونك. تبدا ان هي ايه، وتسيبه. ما تسالوش برضه، تاخد اتجاه تاني بقى. تاخد اتجاه تاني خالص، حد ما تهدى خالص. هو لوحده هيجي يحكي. والله ده حصل كذا النهارده، وانا اسف ان حصل كذا. لان هو اللي هيرجع نفسه. أكيد. انا يعني ضايقتها، انا عملت كذا. وهي كانت العكس. لكن لو حصل بقى العكس بقى، ان هي كلمه قصاد كلمه، أكيد طبعا. لا الموضوع بياخد شكل تاني خالص. انا عارفه طبعا يا دكتور ان الموضوع كبير طبعا، وهياخد مننا كتير سلسله حلقات اكيد طبعا. بس عشان بس بيقول لي معاش الثلاث دقائق بس، سريعا كده برضو نقول برضو نصيحه برضو كده يا دكتور لكل الزوجات عامه بقى، سواء بقى احنا هنجمع صفات الرجاله كلها في يا دكتور عشان بس وقت الحلقه. احنا علشان اقول لكل جميع الزوجات، انا محتاجه تكون زوجه ذكيه. درجه واحد، يعني احنا دلوقتي شاملين صفات الراجل كلها. فبتحضرتك بتوجهي رساله لكل زوجه تتعامل بقى. انا محتاجه اكون عندي ذكاء، عندي صبر، عندي حكمه. لازم في جميع الوسائل دلوقتي موجود، دلوقتي مراكز تدريبات. انزلي اتدربي ازاي تتعاملي مش مع الزوج بس، مع جميع الاشخاص. ما اصل اللي هيخليني اتعامل مع الزوج هتعامل مع اي شخص تاني. صح.
هو الموضوع مش تعامل مع شخص واحد. أكيد. لو انا اتعاملت مع واحد هتعامل مع الاخر. أكيد. وهكذا. لكن احنا السيدات برضو او النساء برضو بيبقى عندهم ان هم برضو يعني عندهم حته تسرع شويه. يعني دايما الرد موجود. يعني مثلا لو يجيني مشكله مثلا ابقى انا متعاطفه معاها شويه، طب اما ادخل في تفاصيل شويه الاقي هي اللي غلطانه، انا رديت عليه، انا قلت له. يا دكتور فعلا يعني عم بكلمه فعلا الدكتوره منى الصراحه هي دايما بتكون متعاطفه مع الرجال. هم مسميني كده والله، بس هي الفكره كلها يعني انا بحط يعني الضوء على الاحداث اللي بتحصل عندك. ليه؟ انت مش شايفه الضوء ده. صح. للاسف. ليه؟ لو انا جبت كشاف دلوقتي وعملته على جزء معين انت هتشوفي الجزء المعين ده. طب لو انا جبته وعملته على وشي انت هتشوفي حاجه؟ لا طبعا مش هشوف حاجه. هي نفس القصه. صح. اكيد. للاسف يا دكتور منى بيقول لي الوقت خلص. مش عارفه بيجري معاك بسرعه اني مش عارفه والله حلقتك بالذات معايا يا دكتور منى يعني. لا ده لسه في انواع كتيره. هي المشكله بس عشان وقت الحلقه، وان شاء الله ان هنكمله تاني مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. انا فعلا الموضوع سعيدة مهم جدا. والله انا اسعد جدا، كنت سعيده جدا النهارده بلقائي معاكي بجد يا استاذه منى، لان فعلا انت حضرتك يعني بتنصحي كل واحده يعني بجد والله. الحمد لله. الحمد لله. فان شاء الله نكمله باذن الله في حلقات اخرى. وبنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء الممتع الجميل. اشكرك جدا وشكرا لحضرتك. شكرا. اعزائي المشاهدين خلص وقت حلقتنا بسرعه للاسف، وبنشكر ضيفتي النهارده كانت منورانا ومشرفانا الاستاذه منى عويس اخصائي ترشيد سلوك ومدرب معتمد من جامعه عين الشمس، وان شاء الله بنوعدكم ان احنا نكمل الحلقات ان شاء الله في الموضوع في حلقات قادمه باذن الله. بشكركم مشاهدينا والى اللقاء. كانت معكم نيير الخولي في امان الله. We'll be right back.